There we go. Looking good, son. لو حبيتوا ألعاب Alien Isolation و Stories Untold يبقى ما ينفعش تفوتوا اللعبة اللي هتكلم عليها في الفيديو. في أكتوبر 2018 أعلن الاستوديو الاسكتلندي No Code والناشر الأمريكي Devolver Digital عن لعبة الساي فاي ثريلر Observation. من أفراد الاندي ديفلوبر No Code موظفين اشتغلوا على مشاريع تريبل اي في شركات زي Rocksteady وكمان Creative Assembly اللي اشتغلت على Alien Isolation. شفنا من No Code لعبة Stories Untold اللي لقبها العديد بتجربة رعب تفاعلية فريدة من نوعها، وكمان لعبة الشوتر Super Arc Light واللي طورت خصيصا للآي او اس والأندرويد. أما بالنسبة لديفولفر ديجيتال فنشروا ألعاب زي Hotline Miami وبرو فورس وذا تالوس برينسيبل. لعبة Observation من إحدى اللعب اللي مش كل اللاعبين يعرفوا كتير عنها، وعلشان كده قررنا نركز عليها النهاردة. لعبة Observation بتحكي عن حادث حصل في محطة فضائية باسم لوس، على متنها طاقم كامل بينفذ مهمة تم تعيينه بيها، وتقريبا الطاقم كله اختفى بعد وقوع الحادث. اللي مخلي اللعبة دي مثيرة جدا للاهتمام هي اننا مش هنلعب بشخصية عادية او اي فرد من طاقم المحطة، ولكن هنلعب بالاي اي او نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بيها باسم سام، وهو اختصار لسيستمز ادمنستريشن اند مينتيننس. الهدف الرئيسي في اللعبة هيبقى مساعدة دكتور ايما فيشر الناجية من التصادم، هنساعدها في البحث عن زملائها المختفين وفهم الاحداث اللي حصلت وادت لكده، متوقعين كمان اننا نكتشف اكتر عن نفسنا او بمعنى اصح عن سام. الاعلان كان فيه تلميحات مش واضحة في كلمتين وهما bring her، الواحد ممكن يخمن ان القصد هنا احضار دكتور فيشر، بس صحة التخمين ده لمين او لايه والسبب وراه هنعرفه لما نلعب Observation. بما اننا بنلعب بسام اللي هو بلا جسد، هتبقى تحركاتنا كلها عن طريق الكاميرات اللي في المحطة، وافعالنا وتصرفاتنا كلها عن طريق المعدات ونظم التحكم الخاصة بالمحطة الفضائية. فالجيم بلاي هيبقى مبني على الاستكشاف وحل الغاز، ممكن يبقى مطلوب منك تفتح باب مثلا، ولكن العملية بالنسبة ليك كاي اي مش بسهولة خطوة واحدة، ولكن هتكون عبارة عن كذا لغز كأن سام بيتعلم ازاي يشتغل او بيفتكر وينفذ على خطوات متعددة. هتقدر تفحص البيئة اللي حواليك وتجمع مقاطع صوتية وأدلة تانية تساعدك على التقدم في البازلز والقصة، وبدلا من الديالوج او الحوار المعتاد هيبقى في اجزاء الاتصال فيها مع ايما عن طريق اجهزة المحطة او انترفيسز معينة. على الرغم من ان سام ليه صوت بالفعل في اللعبة، عدم توفره طول الوقت ممكن يزود من واقعية تجربة Observation، فسام نظام تم تطويره على ايد بني ادمين، فبالتأكيد ليه حدود او تسلسل معين بيمشي عليه. No Code صرحوا في مقابلة مع IGN ان Observation ما فيهاش جيم اوفر ولا مسارات متشعبة في القصة، ولكن وضحوا ان في نتائج لبعض الاخفاقات، فلو عملت حاجة معينة مطلوبة منك بأصح طريقة هيجيلك مكافأة في المقابل، وفضولك انت كلاعب بره مهام اللعبة الأساسية ممكن برضو يكافئك. فحل الألغاز الاختيارية ممكن تعرفك أكتر عن لور اللعبة، أو إرشادات لأفعال معينة هتفتح لك ميكانيكس جديدة في اللعب، زي تجاوز الأبواب المغلقة من غير احتياجك للتفاعل معاهم عن طريق الـ OS أو نظام التشغيل. من الكلام اللي قلناه ده فمن الواضح إن No Code طوروا عالم مفتوح ولكن مصغر شوية. كلمة Observation ترجمتها مراقبة، واللي في الحالة دي اسم مثالي للعبة لأنه عبر عن وظيفة سام في اللعبة، بيراقب وينفذ في حدود برمجته، ولكن مش هيقدر يغير أو يسبب أحداث معينة بشكل مباشر. اللعبة دي هدفها مش انها تبقى لعبة رعب صريحة، ولكن اتصممت علشان تحسسك بالقلق وعدم الارتياح. هنفهم القصة من وجهة نظر جديدة ومختلفة، وهيورينا الانسان بيشوف الاي اي ازاي، امتى بيرتاح له وامتى بيقلق منه. لعبة Observation نازلة يوم 21 مايو على البلايستيشن 4، البلايستيشن في ار والبي سي حصريا على ايبك جيمز ستور. يا ترى انتم متحمسين ليها زينا ولا لا؟ قولوا لنا في التعليقات. كان معاكم خالد محمد، والمزيد عن عالم الالعاب والترفيه تابعونا على IGN ميدل إيست.